السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشر الفيديوهات على اليوتيوب فضلا وليس أمرا. أخواتي الحبيبات اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية الفرن. هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا، مفيهاش أي حاجة. لو احنا هنجيب العجينة من بره، من عند أي واحد بتاع فلافل وفول وكده، أو فول وطعمية، بنعمل ايه؟ بنجيب عجينة الفلافل وبنحطها في الكب زي ما انتم شايفين، وبنحط على الكيس بضايه، بنحط على الكيس زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده بضايه. هنضرب دلوقتي الكلام ده كله في الكبه، هي البضايه بس اللي انا حطيتها، ما حطيتش اي حاجه ثانيه. وبجهز صاج، بيكون يعني يفضل ان هو ما بيتزقش، بمعلقه زيت واحده بدهنه زي ما انتم قدامكم زيت اهو، وانا دهنت الصاج وعملت كام واحده قبل الهوا. دلوقتي انا هعمل قدامكم المزيد. فدلوقتي انا هضرب العجينه في الكبه وهاجي لكم بعد الفاصل، فاصل ونواصل. دلوقتي انا ضربتها في الكبه زي ما انتم شايفين كده، ضربتها لمده دقيقه او دقيقتين على اساس ان هي تبقى هشه، يعني نخلي البيض نحاول ان هو يتخلل كل جزء كويس قوي منها، بحيث لما احنا نعملها بالطريقه دي في الفرن ما تبقاش مكتومه. طبعا يا جماعه الفلافل من الحاجات اللي هي مفيده جدا، لان هي كلها زي ما انتم فاهمين فول مدشوش. الفول مدشوش ده من البروتينات، فمفيده جدا، فيها خضره، فيها توم، فيها كل عناصرها مفيده، اللي بيخليها تدخل في ناحيه ان هي تبقاش مفيده ان احنا بنقليها في الزيت. فبالطريقه دي هتبقى مفيده جدا، ما فيهاش اي مشكله ان احنا ناكلها خالص في رجيم، كمان هتبقى مشبعه، لان الفول بشكل عام بيبقى هضمه بياخد وقت، وبالتالي هتبقى مشبعه معانا. بنوزعها زي كده بمعلقه الايس كريم او بالمعلقه العاديه، المهم بالمنظر ده. دلوقتي انا كمان مسخنه الفرن وهوريكم بعد ما اخلص المقدار هنعمل ايه فيها، برده لان في خطوه تانية ممكن نعملها هوريها لكم بعد الفاصل. هنحتاج الزيت يا جماعه تاني بقى دلوقتي علشان ان احنا نبتدي ان احنا نيجي كده ودهنه خفيفه جدا كده بالزيت على الوش بتاع الفلافل، علشان بس تحمر يعني وايه وتستوى معانا بشكل افضل بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين. بس كده اهو بندخلها الفرن على فرن مسخن مسبقا. انا دي نزلتها بالايه بالمعلقه، ما نزلتهاش اللي هي الايه الفلافلايه دي، نزلتها بالمعلقه العاديه، ما نزلتهاش بمعلقات الايس كريم. فيعني لو ما عندكيش معلقات الايس كريم ما تتقيديش بيها خالص، المعلقه العاديه هتدي برده نتيجه كويسه وهيبقى شكلها كويس. دلوقتي زي ما بقول لك انا بديها دهنه خفيفه جدا بالفرشه، وهدخلها دلوقتي تستوى على فرن سخن، هحطها في الرف الاوسط برده عشان على محلها خالص ما تتحرقش مني، تمام بالمنظر ده كده، على اساس ان هي تاخد وقتها ما تتحرقش مني، ووجبه هايله جدا وما اتحرمناش من الفلافل في فتره الرجيم. وان شاء الله هوريها لكم لما تخلص، فاصل ونواصل. وده يا جماعه منظرها بقى النهائي بعد ما تمام دخلتها الفرن، اخدت حوالي 10 دقائق. حطيتها في اولا حطيتها في الرف اللي في النص، فتحت الفرن من تحت وانا مسخنه الفرن من قبل وانا بعملها، يعني انا مدخلاها على فرن سخن، فدخلت بدات الاجزاء اللي من تحت تحمر، بدات الاجزاء دي اللي من تحت تحمر بالمنظر ده تحمر، وبعدين حطيتها تحت الشوايه لمده 5 دقائق عشان تاخد وش بالمنظر ده. ريحتها كانت تحفه جدا وهي في الفرن. وبكده نكون حصلنا على فلافل سهله وسريعه وصحيه، ووفرنا في الزيت، وفرنا على نفسنا كل المتاعب الصحيه اللي بتنتج عن كثره الدهون في اكلنا. اتمنى يكون الوصفه عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده. واشكركم جدا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.